Radio Med. Une vague de bonheur. Pour info. صباح النور، مرحبا بكم الناس كل. هذه اخبار الرياضه من راديو ماد. البدايه ببطلتنا انس جابر اللي تاهلت البارح الى الدور الثاني من دوره روما المفتوحه للتنس من فئه 1000 نقطه، وهذا بعد فوز على الرومانيه سورانا ميايليت كريستينا بنتيجه مجموعتين مقابل 0. تفاصيلها 6-0 و7-6. وباش يواجه أنس في الدور النهائي المصنفة 41 عالميا الأسترالية توميلينوفيتش في مباراة مبرمجة اليوم انطلاقا من 2:30 بعد الزوال ديما حسب التابلو فينال، وممكن يتغير التوقيت هذا حسب برنامج المقابلات. لكن إلى حد الآن نجم نقوله أنه أنس جابر باش تلعب انطلاقا من 2:30. تحتضن اليوم القاعة المتعددة الاختصاصات في رادس بداية من 5:30 متاع العشية نهائي كأس تونس لكرة اليد اللي باش يجمع الترجي الرياضي التونسي بالنادي الافريقي، وحكم المباراة هذه كل من بن احمد وشوشان. النادي الافريقي صاحب لقب البطولة الموسم هذا يسعى لإحراز الثنائي والكأس عدد 20 والترجي من أجل الكأس عدد 28 في تاريخه. نهائي كأس الذكور باش يكون مسبوق بنهائي السيدات بين النادي الافريقي والجمعية النسائية بتبلبة بداية من 2:30. بالنسبة للمباراة هذه حكمها الجرجوري وافريقا. نحكيه على الهوندا، في الحقيقة قضية غريبة شوية، في العادة نختاره كان الأخبار الرياضية، لكن هذا خبر مهوش رياضي لكن عنده في ديفير، لكن عنده علاقة بالرياضة وخاصة عنده علاقة بدربي العاصمة اليوم في كرة اليد. والنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت البارح بالاحتفاظ ولا تمديد في الاحتفاظ 24 ساعة إضافية للاعب أكبر نادي الأفريقي لكرة اليد أسامة رميكي، وهذا بعد الخلاف الانشب بينه وبين عون مرور بأحد شوارع العاصمة. بطلب من هيئة الاتحاد المنسيري وافقت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترف على إجراء مباراة الجولة الرابعة من مرحلة البلايوف لمرحلة التتويج من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بين الاتحاد المنسيري وضيف اتحاد بن قردين نهار الجمعة 13 مايو 4 متاع العشية عوضا على نهار السبت ماضي 3. أخبار محترفين في الخارج، مكن لاعب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم فراس بالعربي من تسجيل 8 أهدافه في البطولة الإماراتية الموسم هذا، وذلك في المباراة اللي تعادل فيها فريقهم مع الوحدة بنتيجة 2-2 لحساب 23 من الجولة من البطولة الإماراتية. وكان سجل فراس بالعربي الهدف الأول لفريقه في المباراة، وهذا من ضربة جزاء في الدقيقة 62. بالنسبة لفريقه عجمان يحتل المرتبة 7 في البطولة ب 29 نقطة. من جهة قاد المدافع السابق للنادي الافريقي سيف تقا فريق سيراميكا كليوباترا للفوز على الجونة بنتيجة 3-2 في المباراة لحساب الجولة 18 من البطولة المصرية، وسجل هيف تقا الهدف الثالث في فريقه في المباراة بتبيع في الدقيقة 65، وهو هدف الانتصار لسيراميكا كليوباترا بعد ان كانت النتيجة متعادلة 2-2. الكرة في أوروبا، أهم المواعيد اليوم في البريمير ليج 4 مقابلات: ليدز يونايتد يتقابل مع تشيلسي 7:30، ليستر سيتي يتقابل مع نورويتش 6:45، واتفورد في التوقيت نفسه يواجه إيفرتون، وولفز يتقابل مع مانشستر سيتي. نعطيكم فكرة على الترتيب، في الحقيقة التشويق يتواصل في البريمير ليج، مانشستر سيتي في الطالعة ب 86 نقطة بعد نفس عدد النقاط ليفربول في المركز الثاني، لكن ليفربول البارح لعب ماتش متاعه رقم 36 في حين سيتي مازال ما لعبش مباراته اللي أعلن عليها قبيلة شوية قدام وولفز، معناتها مازال تنافس كبير بين الفريقين. في الليغ 1 الفرنسية زوز مقابلات: 6 نيس تتقابل مع سانتيتيان، و8 نون تتقابل مع رينا.
وفي الليغا الإسبانية 6 ألافيز تقابل مع إسبانيول، أوساسونا تواجه خيتافي، 7:30 إشبيليا تتقابل مع مايوركا، و 8:30 إلشي تواجه أتلتيكو مدريد. كانت هذه أخبار الرياضة، قدمها لكم معاذ شريف، إلى اللقاء.